تبدأ معاناة العراقيين كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء في عموم البلاد، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الملف منذ 2003، ويلجأ العراقيون إلى بدائل الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاد كالمولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة أو المولدات الأهلية التي تزود الأحياء السكنية بالطاقة مقابل اشتراك شهري، ما يثقل كاهل المواطنين بشكل كبير. تشهد المحافظات العراقية موجة حر شديدة أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، فيما شهدت بعض المدن تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الانقطاع المستمر للكهرباء كما حصل في مدينة كربلاء. كاميرا برنامج مع الناس تواصلت مع المواطنين وأصحاب معامل الثلج، وكذلك غطت المظاهرات التي جرت في المدينة. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا هنا معمل الثلج كشهر رمضان من الساعة 10 الصبح وفوق تنقطع الكهرباء بكثرة زيادة يعني، وهالصيام هذا وهالمي نقط علينا والمي البارد مال الثلج اللي قاع بالقاع نغسل من عنده، كهرباء ماكو. يعني المواطنين من يجون هذه السيدة تشوف شلون طابقة، اشر على هنا الكاميرا اللي جاي بروح والديك خلي يحسون علينا يشوفون شلون الشعب العراقي بالذات بكربلاء شلون انقطاع بالكهرباء. ليش ما حد يحس ان الانتخابات ورا انقطاع الكهرباء هواي؟ الناس مزدحمه تشتكي على الكهرباء، الكهرباء ماكو. يعني يجيبونها ساعتين يطفونها خمس ساعات يصير زخم. هذا الثلج اشير له علي، شوف البول شلونه على ارتفاع درجه الحراره. المولدات يشغلها ثلج اكو، ما يشغل ثلج ماكو. المواطن وين يروح؟ وين ينطوي وجهه؟ زين انت يعني كباع اكو قبال من قبل المواطنين؟ يعني المواطن مضطر غصبا عليه ياخذ هذا الثلج. نعم. غصبا عليه شو يسوي المواطن؟ نعم. كل ما زاد ارتفاع درجه الحراره كل ما يعني يغل الثلج. الثلج يغل. الثلج يغل يعني اذا ارتفع درجه الحراره الثلج يغل. الغاز تروح يقول لك مشتقات ماكو، لا يجر لك على ضوج طول ما شي حاجك ما يعفك ويمشي. هاي الحالة شلون يعني؟ والله احنا ندعي مثل ما تقول من الانتخابات ورا يعني شلون يفصلناها ما نعرف. يعني هالحال هذا ما اعرف شنو حاكيهم والله ما ادري. جينا نشتري ثلج، كهرباء شن ماكو. زين حابين ناخذ لنا ثلجات للبيت، والله ما حد يعني ثلج لا كهرباء. كهرباء كل شيء ماكو. نعم. زين هاي لما ما كهرباء اجت اضطريت اضطرينا نجي ناخذ ثلج. جينا ناخذ ثلج عمود عون عايش اخوتي. عم طبعا شو معاناتكم هاي؟ والله معاناتنا لا اكو كهرباء، لا اكو ثلج، ماي لا ماي بارد، لا ماي غسيل، كل شيء ماكو. هذا. زين هم يشوفون هم يصحوا الثلج لما ترتفع درجات الحرارة وما كهرباء؟ ايه يصعد الثلج وماكو حتى في الحرارة لا كهرباء لا بردات كل شيء. لو بعد الكهرباء العالم تعبانة اخويا، هسه بس انطفت الكهرباء شوف العالم هاي المواطنين صورها الثلج ينسحب. شهر رمضان شهر الطاعة شهر الله سبحانه وتعالى، غير يدارون العالم بالكهرباء. هسه ايام العاديه بس طفت كهرباء خطر العالم هاي، هم صايم حاير بالثلج وحاير بالمسواق وحاير بالاجار وعالم مولها تعبانه. هسه الكهرباء احترموا الله سبحانه وتعالى شهر الخير وشهر الطاعه هذا يعني بشوف بنا بالكهرباء ما شاء الله ماكو بلش. هاي المواطنين تصور شوف ايش الايام ماكو مواطن، كل شوي يجي مواطن يعني من الصبح العصر يجي كم مواطن. هسه مواطن مستمره صور المواطن شوف لما طفت انا ابيع ثلج سهل عن اسبوع اليوم هاي الفتره جبت احمل يوميا ثلج. ليش؟ لان صار شويه حركه مال ثلج، ما يمشي. احمل يعني دروب يوم يوميا ما يمشي.
بس هاي ما نقبلها، احنا نريد يعني نريد خير للعالم، فطيها العالم كهرباء العالم، ودور هذا البق لا يسووا له دمر العالم، دمر هذا البق هذا باللي كل العالم تحك، هاي الجهال ولا كهرباء. واحنا نريد بعد رئيس الوزراء الجديد ان شاء الله. زين اكو اخبار يعني المواطنين؟ اي هواي شلون نعم، هسه شوفوا هسه صورهم فرق كامل على فرق كامل عليهم. نعم نعم شوفوا العالم هسه هواي عشان ايش اليوم ماكو، يجون كم واحد يجون اثنين ثلاثه، عرفت شلون يجون سماكه اللحم، بس لا مواطنين قاموا يسحبون النص غالب والقالب صار سحب شوي قوي، الكهرباء ماكو. زين هم يصعد الثلج لما طبعا اول شيء هو ابو المعمل هم فطيه شغل مولده، يعني ما عنده هذا الثلج 24 ساعه 24 ساعه مجد تقريبا. المهم هم يراد له شراد له يعني راد له غاز وراد له مولده فخمه شغلها، مكان فخمه كلش، مو تقول عن الكهرباء عاديه، هم يصعده يعني لازم يصعد عن المواطن لازم. واحنا ان شاء الله نريد الحكومه هذا على المواطن المسكين، والله ساعدنا هالمناطق كلها بق، عرفت؟ هسه وصلنا هذا البق خليه يكافون، البق هذا عم يدمر العالم، يعني العالم تحكم ماكو عجايز باع عجوز شفتها خطيه مسوتها كله، رجعنا على القدم من زمان شنو قضي يعني. هذا البق اريد احنا الحكومه الجديده ان شاء الله عرفت توفر للعالم المساكين، والله يوفق العالم جميعا ويوفق امه محمد، وسهم ان شاء الله مقبول عليكم وعلينا جميعا ان شاء الله. احنا مشكلتنا الكهرباء، الكهرباء تأذينا بها، الكهرباء من وين انتخبت لحد الان قطعوها فدنا قبل انتخبها عشان مستمرة، كانوا كهرباء اكو ماي اكو هسه لحد اليوم ماكو ثلج، ثلج ماكو سبب الكهرباء، ماكو على ثلج ماكو على البنزين، كهرباء ماكو، وش شوف انت المواطنين في الحالات هذه؟ ها يعني انتخبناهم لا تغيرنا عاقبونا شلون يعني؟ ها لا تغيرنا لا اجت وجوه جديدة القدماء ولا هم ثابتين هيئتهم ماكو شيء يتغير. اقبال الثلج شلون بدي اشوفه؟ والله هالايام اقبال على الثلج اكثر مما قبل يعني كم يوم. سحب على الثلج. بسبب الكهرباء؟ اي بسبب الكهرباء. زين يعني هاي الحاله شلون بدي اشوفوها انتم يعني ما تقول لحد ما يعني هاي السنوات المتقدمه والعراقي والله بثري يعني شنو المشكله؟ بسبب الحكومه. في الحكومة عندها عناية بالمواطن، عندها اهتمام بالمواطن، اهتمام بعيشة المواطن، كان ما في هذا الحال بينا. بس شنو سوى الحكومة؟ الحكومة مهتمة بنفسها، مهتمة بانتخاباتها، مهتمة بكراسيها، مهتمة بسلطتها. مو تشوف انت هذا الوضع، الفقير من يفكر به؟ ما حد يفكر به الفقير. الفقير إلا بس الله يفكر به. انت اليوم شلون نشوف الثلج؟ اكو لما تقول اكو ارتفاع اسعار الثلج؟ اي نفس شيء نفسي يعني تعرف انت المعامل الثلج هم مولدات كان وطن يرسم مولدات هم حقهم يعني. العالم تغذت كهرباء ماكو زين وين تبي العالم تبلع الثلج زين كهرباء ماكو زين العالم هاي انتخبت هسه ما سووا نتيجه هسه العالم هاي انتخبت غير سووا نتيجه كهرباء العالم زين هذا رمضان العالم صايمه زين انت كباء ثلج يقول انا كباء ثلج صار اقبال من قبل المواطنين سولف يصار اقبال يعني على باب الله ناصر رجال كسب احنا زين ناخذ ثلج على المواطنين ثلج زين فهذا العالم ما عنده زين لا كهرباء لا ماي زين زين شلون شفت انه الثلج لما تنطق الكهرباء يقوم يغلى؟ اي طبعا يصعدونه لانه اسراف غاز او المعمل حقه زين هم يشغل مولده زين غاز اسراف لهين عمال زين هذا الشهر واكو اخبار يكون من الثلج اي طبعا لا جو حار كهرباء ماكو ماي ماكو العالم وين تروح؟ تمطر لازم تاخذ ثلج وين تروح العالم؟ زين والله بالنسبة للكهرباء هي على الكهرباء زين
الجو اجواء رمضانيه، بس الحاله الكهرباء حاله الجو طقس طبيعي شوي يعني شوي حار، فالكهرباء بعد تعرف ساعتين بساعتين يعطونها، وقام اقطاع انه الانقطاع صار كثير فالسويتش الكهرباء. شلون شفت الاخبار من قبل المواطنين على الثلج انت كباع؟ والله حاليا هسه صار طلب يعني على، لان الكهرباء ماكو بال، ما يوجد يعني بالبيت، ما تلحق لا المجمده ولا الثلاجه، فينطر يتجه المن للمعمل زين، فصار اقبال يعني كثير، اذا بكهرباء ما ينطر يروح المعمل زين. كم درب يعني صار اقبال انه تقدر تقابل في الدربين هسه شلون زين يعني؟ لا هسه يعني بالنسبه للطلب صار اكثر، قبل يعني شيء قليل هسه صار اكثر، والسبب الكهرباء، الجو ما ياثر يعني، اذا مثل الجو حار وكهرباء موجوده ما ياثر زين، بس اذا الجو حار وكهرباء موجوده ياثر زين، فصول السبب الكهرباء، السبب الرئيسي هو الكهرباء زين. شلون شفت انه يصعد كل ما يصير اقبال على الثلج يصعد الثلج؟ كل ما تنقطع الكهرباء يصير اقبال ازيد، كل ما تنقطع الكهرباء السبب الرئيسي واعيد واكرر هو الكهرباء زين. نعم. الكهرباء نعم. الثلج هم يصعد هم ينزل؟ والله حسب اذا قطعت الكهرباء اكثر يصعد، لان راح يشغل على المولده، يصرف غاز عمال زين، يعني احنا ما نقول يصرف غير شغلات، بس يصرف غاز تعرف يعني، اذا يشغل يوميا 8 ساعات يصرف زين، وذاك كهرباء وطني لا ما يصرف، حتى يصير يعني الثلج يصير رخيص، بس اذا مثل ما كهرباء هذا يصعد. شلون شوف هاي الحاله يعني من قبل الحكومه؟ والله احنا نقول يعني الى متى نبقى هيك، ناشد المسؤولين الى متى، عندنا عوائل، عندنا اطفال رضع، عندنا كبار، عندنا ايتام، يعني الى متى نبقى هيك؟ ناشد المسؤولين نقول عموا مروتكم نريد الكهرباء، هسه ما نقول نبلط والحكومه وانتخابات، والله العظيم خال ملينا، بالله العظيم ملينا، خاف نحكي يقولون ما عندهم ثقافه بالكلام، والله العظيم خاف نحكي يقول هذا التقوا يا حاج سامي يعني بالشارع، مع احترامات هذا اللفظ، بس ماكو يعني مع احترامات الريد المسؤول يشوف لنا شارع عمي، بده يشوف لنا شارع، نحكي قال لك عم انت ما عندك ثقافه بالكلام، انت غير مثقف، شوفوا لنا شارع عمي، والله العظيم ملينا، عندنا اطفال والله بالقماط ما تون الحر، بالله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله اخوي جاء هالايام كهرباء ماكو كلش، يعني صار باليوم من ثلاثه، فالعالم قام يزود على الطلب على الثلج، قام تسحب بدل ما ذنك الايام احنا شغل ما عندنا بالثلج، بس هذول اليوم صار عندنا شغل، يعني عالم قامت تتطلب تجي تاخذ ثلج. يعني انا قبل يومين هي بهاي الحاله جتنا العالم للبيت دقت الباب على مود اعطيهم ثلج، وانا على مودهم جايه الصبح اجي والظهر اجي على مود هذا اشتري ثلج واوفر للمواطنين للعالم كله الصيام. يعني لما يصير اقبال من قبل المواطنين يكون ارتفاع كل الثلج؟ ارتفاع طلب احمل منها زايد، يعني بدل ما كنت احمل 50 احمل 80، بدل ما احمل 80 احمل 100 هيك، على ورا درجات الحراره ورا كهرباء اذا طفت، فيصير طلب زايد علينا. زين، يصير ارتفاع اسعار لما يصير اقبال؟ والله اذا ظلت هي الكهرباء هذا والحراره درجه يومين ثلاثه اسعارها لحطتها، بس اذا هذا الحراره صارت اكثر من اسبوع وكهرباء ماكو يرتفع سعر الثلج، يعني بدل ما ناخذه بألف يصير 1000 ونص هيك هالاسعار، يعني مضاعف نص بالسعر. ليش يعني الى متى الحكومه؟ والله بعد ما ادري الا يم الله، هاي احنا شو نسوي؟ احنا علينا ننتخب النزيه، والمرجعيه قالت المجرب لا يجرب، احنا انتخبنا النزيه، بلكت هاي الانتخابات القادمه يشكلون حكومه بها حظ يفيدون المواطن. عشتي رحم الله عليك. السلام عليكم. والله يقطعون الكهرباء على مود المكان مال الثلج وعلى مود المولدات، وخص من بدايه الشهر ونهايه الشهر هنا، هسه كهرباء ماكو كل ساعة ونص أربع ساعات قاعد يقطعون. نعم على مود المولدات. شلون نشوف الإقبال على الثلج؟ والله الإقبال على الثلج كل ما تنقطع الكهرباء هو يصير أزيد إقبال على الثلج. نعم. زين. يعني هاي الحالة شنو يعني؟ والله هذا يعني انحلال بالدولة بالقادة هم نفسهم. أربع أيام خمسة طناها قبل الانتخابات. هنا تحزمون احزاب الكهرباء ما يقطعوها، ورا الانتخابات بعد ما حد شاف وجهك يا عطله.
وصار اقبال من قبل الثلج. اي نعم اقبال من قبل الثلج، هاي البواقي الخدمات كلها، كل شيء ماكو، حصه ماكو، كهرباء ماكو، ماي ماكو، شوارع كلها هاي مكسره، كل شيء ماكو. كله مدمر عمي، كله مدمر العالم. فرص عمل ماكو. تفضل عمي. الخلل بالحكومه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون نشوف الاقبال؟ شوف هسه انا اخو صاحب عيال، يعني جيت اروح للسوق لقيت هوسه على الثلج، اجيت للمعمل، طلعت اجيت للمعمل. قبل الانتخابات كهرباء زينه، مي زينه، هاي صار لنا اسبوع زمان من بدا رمضان لهاليوم هجمونا هجيمه. خلصت الانتخابات انتقموا من المواطن، من الشعب انتقموا. هم احزاب بيناتهم، المواطن شعلية. يعني انتم عندكم في الشغلات بيناتكم، انتم بيناتكم، احنا ما لنا ذنب. انا اطفالي 9 اطفال عندي حصل عليهم قلاص المي البارد. الى متى الجل هذا؟ الى متى؟ نعم يعني الاقبال لما ترتفع ارتفاع درجات الحراره والكهرباء. انا شوف هسه احنا صيام وشوف هذا العرق ما اخذنا. هسه لو شوف اطفالي اشتريت لهم، شفت 4 سوالت عندي ما اشتغلت، رحت جبت مبلده وجيت. زين رحت للسوق لقيت هوسه على الثلج، جيت طلعت جيت للمعمل. يعني هم دفعت كروه اجور مال التاكسي، هذا فوق المصرف اللي احنا جاينا نصرفه. صار علينا مصرفين مو مصرف واحد. كنا نتصور من الحكومه. يعني كل شيء راح تجي بهالانتخابات، الخدمات على اي شيء راح نرتاح الحمد لله والشكر. من بدات الانتخابات لهاليوم انتقموا من عندنا. وهذا راح تجر بالازيد، يعني هذا الصيف راح يجي علينا انتقام. زين هم احزاب بيناتهم الشعب يوقع بيهم. هذا صاحب معمل، احنا بيصير قطاع مال الكهرباء النوب يبدي يزداد، العالم تجي علينا، وبنفس الوقت احنا صاحب حال معامل هم نتاذى، لان ماكو كهرباء، الناس تريد ثلج. زين اذا ماكو كهرباء شلون نسوي ثلج؟ ما يعني احنا متاذين من تطفي الكهرباء، احنا نتاذى، غاز نضل نشتري تجاري، يصير الصرف علينا اكثر، يعني زياده اجور والعمل تعبان، الدوله ما دعمتنا بكل شيء، لا من الكهرباء لا من الغاز لا من اي شيء، من كل النواحي يعني. طبعا طبعا احنا من تنقطع الكهرباء ازيد من اللازم، راح نستغل الغاز، راح نرفع سعر الثلج. يعني هسه احنا نبيع بألف، اذا صار غاز هواي لازم نبيع بألفين ونص بثلاثة حسب ما نصرف نصرفها. يعني غاز نصرف لنا يوميا 4-5 براميل، برميل 150 دينار 750 دينار يوميا. منين طلعها؟ شفت هذا صعد السعر الثلج. وارتفاع درجة الحرارة هل يكون اقبال من قبل؟ 100% 100% هو الثلج يشتغل عليه من على ارتفاع درجات الحرارة، وبنفس الوقت على انقطاع التيار الكهربائي. هذا شفنا الله بين عيون البارحه وجبه غذائيه هي ساعه ماكو كهرباء ساعه واحده من يوم ماكو ساعه واحده البارحه وحقك ساعه واحده والله عيب والله مثله يعني راح تسكتون يا عمي اولا المجلس محافظه كربلاء من تاسس من اسسوه الامريكان الى يومنا هذا ما قدم اي شيء لصالح كربلاء المقدسه ولا لصالح شعب الكربلائي اولا يجيبونه تنصيب لا محافظ منتخب هذا جابوه تنصيب احنا الى متى الشعب الكربلائي يبقى ساكت بس اريد اعرف الى متى يعني احنا نريد حل هاي المشاكل اللي تعور بها كربلاء وين نروح نشرد يعني احنا نصير لاجئين بس قل لي
شنو الذنب سويناه؟ بس قل لي يعني انتخبناهم بعدين صاروا ما ادري شنو سووا بيناتهم اتفاقيات وسوون شغلوهم زين احنا وين نروح؟ ما ندري وين نروح. فاسدين الله ينتقم عليهم والله العظيم. ماكو كهرباء ماكو اليوم 5000 والله 5000 فانسي الله اكبر الله ينتقم عليهم ان شاء الله. والله ما بيهم شريف خليني احكي ما بيهم شريف والله العظيم الله لا يوفقكم لا يسر عليهم. يابا هذا شهر رمضان ما يصير كهرباء مطفينها ما يصير. وسألت واحد بالكهرباء قلت له عمي ليش طفيها؟ يقول محولات قاعد يدورها. بشرفك رمضان تحول مولدات؟ هذا يا مهندس اللي يفتهم يا مهندس برمضان يحول الكهرباء شلون يحول المحولات؟ ثلاث محولات طافيات طافيات والله شنو صيانة بيهن؟ اكو واحد يسوي صيانة برمضان؟ هاي باقي المحافظات كلها كهرباء بيها بس كربلاء ليش؟ والنوب شغلة ثانية لأهل المولدات تطون قاس قليل وتخلون المواطن ويابو المولدة يتعارك الله يرضاه. تخلون أبو المولدة يجمع الأمبير 5000 مال 5 ساعات وهسه قاعد يشغل 10 ساعات أبو المولدة شنو ذنبه؟ على مود ما انتخبوا والله هيك تجازون اهلك والله ما ننتخبكم وحسبي الله ونعم الوكيل والله لا يوفقكم وعساها بعرضكم ان شاء الله الله لا يوفقكم. الرحيم والصلاه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وكما ترى ظهرت هاي الدموع في مدينة كربلاء المقدسة متجهة إلى مجلس مبنى المحافظة مطالبة بمعالجة الكهرباء معالجة فورية وإلا هذه المظاهرة سلمية. ولكن في الأيام القادمة سيجدون الشعب ثائرا لأن الخنوع والخضوع لهذه حكومة ذلة ومهانة. يجب على الحكومة المحلية من محافظ الى مجلس الى رئاسة مجلس المحافظة ان تلبي حقوق الشعب. يا اخي هذه قطع الكهرباء عملية مقصودة لان المجرب لا يجرب. ولهذا انتقموا من الشعب الكربلائي ومن العراق خاصة. ولكن سيكون لنا موقفا آخر. هذه الجموع الثائرة لن يوقفها لا سلاح ولا ضغوط ولا هذه. العراق بلد الشهداء، العراق بلد الحسين وكربلاء مدينة الحسين وهيهات من الذلة. انتخابات كانت كهرباء اكو، احنا طلاب مدارس ترى ثالث، احنا ما يصير هيك، احنا ما يصير هيك قبل الانتخابات يصير هيك بينا. خلصت الكهرباء انتخابات بعد ما كهرباء ما يصير هيك، نموت هسه شلون نقرا؟ احنا شلون نقرا؟ ماكو هيك ترى، ما يصير هيك قانون. يعني هسه وزير الكهرباء 20 ساعة وين هسه؟ ماكو حتى ساعة، ما يصير ترى هيك حتى ساعة ماكو ترى، ما يصير هيك. احنا واحنا طلاب مدارس بكالوريا نبدي الاحد، نبدي 10 رمضان نخلص قبل العيد بثلاث ايام. اذا نضل هاي وضعيتنا ايش تترجى من عندنا؟ اذا اشوف بلد هذا قدام مفلت. ثاني شيء انا عندي محاضره، خلصت المحاضره واجيت اريد اوقف هنا. احنا السنه كلها نديق ندخل بكالوريا، اهلنا ويانا بطلع نروح مصر صرافه. تجي هذا الشهر قبل الامتحانات شنو؟ ماكو كهرباء. هاي وحده ابو المولده، تروح لابو المولده حق الرجال شو يقول؟ قل لك انا عندي اوقات، جانا هذا الخط الذهبي هم شويه رحمه بس انا عدي، انت عندك. الفقير اللي قاعد بالتجاوز هذا شلون؟ لا الله شو يسوي؟ هذا ابو المولده وسيله يجوا فقره لو لا؟ انا ذاك اليوم قدامي قل انا بالحشد، خويا ما عدي. قال له كيفك تقطع عن الكهرباء انت وغيرتك؟ ابو المولده قال له روح، انا ما اقطع لك عن الكهرباء. هذا عدل؟ هاي احنا بمدينه الحسين، دقيق، احنا بمدينه الحسين. إذا الحسين يرضى احنا نرجع لبيوتنا. أول شيء إذا لم تخافوا ولم تخجلوا من الشعب خافوا من هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك. لا تخجلوا من الشعب، لا تخافوا من الشعب، خافوا من مدينة الإمام الحسين سيد الشهداء. هذه مدينة أطت وضحت بشهدائها. لماذا هذا الظلم؟ لا نقدر نقرأ، لا نقدر نقعد، سحورنا السحر على اللايتات، شنو هذا الظلم؟ وإحنا بلد أغنى البلاد، هاي الخليج صارت أحسن من عندنا، من وراء الحرامية حسب الله نعمل وكيل. الكهرباء انت مطيع، ادري مو شهر رمضان، انت قبل رمضان وين كنت محاولة المحاولة؟ هاي وحدة. اثنين، المي ليش مقطوع؟ الكهرباء يحولون بيها، المي ليش؟ صار له 3 أيام مقطوع المي، ادري مو شهر رمضان؟ أول شيء احنا طلاب جامعات، عندنا امتحانات،
شلون تمتحن وابوك ينصمت بالكهرباء، تقرا على اللايت وابوك ينصمت. هذا هو خسك. احنا بلاد النهرين مي ماكو، مو عيب عليكم هذا المي نشتري باليوم 4 ملايين برميل، وين يروح فلوسن؟ 4 ملايين برميل وين يروح فلوسن؟ بس من لغزتك، من لغز اسمع، من 2003 لحد الان صارنا 15 سنه، لو كل سنه كهرباء تتحسن ساعه واحده كان لسه احنا عندنا 15 ساعه. زين ولكم مو عيب، مرتي حاملاني الباحه تبكي كهرباء ماكو صايمه، ولكم انتم ربى عندكم، ذول اليهود احسن من عندنا، ذول باع الاتراك جاي يسوون سفر للصيام مالتهم، ولكم احنا شيعه، احنا مو شيعه، والله مو شيعه، والله عيب عليكم. نادر مو حكومه قبل الانتخابات، ليش ما كانوا يطفونها؟ ليش هسه؟ شنو الفرق؟ يعني وين نروح؟ بس قل وين نروح؟ نشكي على الله، بس قل وين نروح؟ وين يعني؟ والله ذلني، والله العظيم على الشمعة، وهذا على عيد البارحة، على عيد أطفالي يبكون، والله العظيم عشنا بذلة، والثلج هذا الثلج وين حصه؟ الثلج هذا صار ب3 و4 و3000 دينار، يعني الله لا يوفقهم، والله كل شريف ما بيهم، بس اللي انتخبناهم لو يجون يمنا شوية، لو يرفعون معاناتنا بس أصواتنا يريدون. زين احنا انتخبناهم، سووا محاصصة وما أدري سووا هاي بعدين، ليش هيجي؟ يا معودين يا ناس، ماكو غيرة؟ ماتت؟ ما أدري، والله ما أدري. الكهرباء اليوم ملف سياسي وليس ملف فني، ما يعني أنها أصبحت مقياس للفساد والنزاهة وليس للنجاح والفشل. الطبقة السياسية برمتها من 2003 ولحد الآن ولمدة 15 سنة فاسدة، بدليل بسيط هو الكهرباء. الكهرباء ليست ماء بارد وهواء بارد للمواطن، معامل ومصانع ومستشفيات وناس تشتغل وعوائل تعيش. اليوم كما تزعم الكتل السياسية بتشكيل حكومة تكنوقراط وإيصال الخدمات للمواطن على المحك، الكهرباء إذا لم تتوفر فالحكومة القادمة على سلف اللي سابقتها، على سلف سابقتها أيضا حكومة فاسدة. على الحكومة القادمة كما تدعون توفير الكهرباء للنهوض بالاقتصاد والنهوض بواقع المواطن العراقي. رئيس مجلس المحافظة الخطابي اللي كان ما ينعرف هنا بكربلاء، هسه روح شوف بيته وشوف المقدرات الحياة اللي هو قاعد عايشها، ماذا يعيشها مواطن هذا اللي مسكين، هي أبسط شيء. صدقوني هاي بنغلاديش اللي يريد يروح يجيب منها شركة هسه تسوي هنا بهاي الصحراء الكهرباء على الهواء والغاز والنفط الأسود وكل والشمسية. عمي كافي نهد، كافي بوق. ترى إنسان يعني الشعب هذا يعني إلى يوم يثور عليكم ويسحقكم ترى بالرجلين، ما أريد نقول بغير طريقة، كافي عادي، احترموا نفسكم. الإخوان حكوا كثير عن الكهرباء، بس اللي أريد أقوله بيوتنا إحنا مطفية بها، بيوتهم مطفية لو لا. والموضوع الثاني اللي أريد أطرحها إخوان، عندنا ناشط بالناصرية مختطف اسمه فرج البدري، اختطف قبل الانتخابات بيوم، لأن كان يدعو إلى مقاطعة الأحساب الفاسدة ووفق فكرة المجرب لا يجرب، ولحد الآن مغيب. وزير الداخلية اتصلنا به شخصيا قال انتظروا ونعرف الجهة الخاطفينها، الكاميرات اللي موجودة بها الجهة بسوق الشيوخ اللي مخطوفة لحد الآن، الأقراص عندنا مالتها، ومكافحة الإجرام ما يقبل يأخذون الأقراص وما يقبلون يثيرون الفتنة. ندعو من خلال هذا المنبر وزير الداخلية إلى تحري القضية وأخذها بعين الاعتبار. الناشط اسمه فرج البدري. خويا أنا ابن المنطقة، ابن الولاية، ابن العباسية، احنا بيتنا ورا القطع مولد، احنا بيتنا طبعا العباسية الغربية اللي بالولاية اللي هسه احنا حاليا بها، احنا شالوا المولدات وخلونا حايرين هسه، كهرباء ماكو، احنا هسه متاذين اذيه بس الله يدري بها، احنا قطوعات لا نقدر نطبب، احنا قطع هسه، الله وكيلك المنفذ مالتنا المجلس، لا نقدر نطب، لا نقدر نطلع، هسه المولدات انشالت طبعا. احنا هسه ماكو، هسه احنا قاعدين بالشوارع، الله وكيلك، نهفي رجعنا للعصر القديم، على الشمعة رجعنا، حالة ضيم حالنا، الله وكيلك اشتكينا، ما خلينا، سوينا كل شيء، هسه القطوعات هاي شنو ذنبنا؟ لا نقدر نطب، لا نقدر نطلع، وبنفس الوقت كهرباء ماكو، الله وكيلك رجعنا ذاك النظام الحجري، احنا هسه نطالب أهل الدين قبل أهل السياسة.
احنا هسه بالمدينه، المدينه من يحكمها؟ هم اهل الدين يحكموها. احنا نطالب هسه اهل الدين قبل اهل السياسه. ما يستحون، هاي اولا. الشغله الثانيه يقول السبب الكهرباء خط الناقل، اكو بديل؟ البديل بدل ما تجهز المولدات الاهليه 5 ساعات اجهزها هاي الفتره 10 ساعات واعطي غاز مجانا. هسه لا مولدات مطينه ولا كهرباء مطينه، اكو حلول مجلس محافظه، حل بسيط هو هاي المولدات اجهزها 5 ساعات اسوي 10 ساعات. يعني الدوله تتاذى اذا جهزت 5 ساعات زياده، شو يصير عليها؟ شو مصفى كربلاء الاول على العراق وبالشرق الاوسط وما مستفادين من عنده؟ شنو راح نستفاده؟ نتمنى من عندهم بس يسمعونا، لان ماكو ابد ابد لا كهرباء. الشوارع زباله، الكهرباء ماكو، مي ماكو، شغل ماكو، الشباب عطاله بطاله. يعني عقيل الطريحي محافظ كربلاء بحي العسكري ما واصل له صار له 4 سنين. قبل الانتخابات اجى بيومين، قبل يومين اجى قال شو تريدون اسوي لكم؟ هي خلصت الانتخابات وكل شيء ما شفنا من عندهم. بس نتمنى من شباب كربلاء ما يوقعون نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طالب سادس اعدادي طالب اعداديه كربلاء في محافظه كربلاء. طبعا انا باحث بالثنتين بالليل قاعد اقرا انا والشباب جماعتنا. طبعا تدرون احنا امتحاناتنا راح تبدا على الابواب. طبعا جاي نقرا وطفت علينا الكهرباء. طبعا انا ببدايه السنه اقرا، من بدايه السنه داخل خصوص اهلي يدفعون عليه فلوس، عم تدخل وزاره وعم تدخل وزاره تاليها يقطعون عليه الكهرباء. زين انا شلون اقرا؟ الله وكيلك والله العظيم شغل الفلاش البارحه وانا قاعد اقرا واتهجى، وين اشوف انا؟ وين اشوف زين طالب سادس اعدادي ويريد من عنده مستقبل؟ زين شلون اعطيه مستقبل اذا هو احد الاشياء مالتي لا مي لا كهرباء؟ زين شلون اقرا بدون كهرباء؟ يعني انا طالب ابسط حقوقنا هي محافظه كربلاء، ارض الحسين، جنه الله على ارضه، اطالب ابسط حقوقنا. هاي الناس كلها جايه طالب بحقوقها، هي ابسط شيء كهرباء. احنا 2018 القرن 21 وكهرباء ماكو. كافي يا ناس، لا حد يسكت. الله عليكم لا حد يسكت، وين الحكومه؟ كل احنا نسقطها. والله العظيم احنا نسقطها. هاي النافوره والله العظيم نطلعهم. هاي النافوره يمك. والله العظيم كلهم حراميه. شريعه حراميه. شريعه قنيه. كلهم حراميه. شريعه قنيه. كلهم حراميه. اليوم وقفه جماهيريه حاشده في كربلاء المقدسه. لاول مره تشهد كربلاء هيك حشد جماهيري. فانا اتمنى من الله أن المسؤولين إذا عندهم ضمير وعندهم إحساس ومسؤولية ينظرون لهذا الشعب المسكين اللي إذا عانى ما عانى من ظلم وقهر وفقر وعدم يعني الاهتمام بهذا الشعب المظلوم. فأرجو من المسؤولين اللي راح يجون جدد إن شاء الله ويوقفون على دكة الحكم يخلون نظر الاعتبار الفقراء. وإحنا ما مطالبين أبسط الخدمات هي الكهرباء، يعني الكهرباء والمي بنفس الوقت. انا اعتقد وباسم اهالي كربلاء اعتقد اكو ورا هذا الشيء سبب، هم الفاسدين اللي ما صعدوا بالانتخابات هم اللي دا يسببون بقطع الكهرباء. واعتقد هاي عقوبه شعب كربلاء وابناء كربلاء على انه انتم ما انتخبتوا الفاسدين. فنشكر ابناء كربلاء على عدم انتخاب الفاسدين. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. كلا كلا للفساد. كلا.
كلا كلا للفساد، كلا كلا للظالم، كلا كلا للظالم. كربلاء منذ ثلاثة أيام انقطاع عام للتيار الكهربائي. خرجنا هذا اليوم بمظاهرة عارمة، اليوم تحذيرية، وكذلك كما أحسنت، ثلاثة أيام كربلاء الحسين تعاني من انقطاع التيار الكهربائي وكذلك الماء. خرجنا هذا اليوم في هذه المظاهرة لإيصال الرسالة تحذيرية، هذه رسالة تحذيرية إلى المجلس المشؤوم. علماً يعني هاي الأسباب، إحنا نريد أحد ممثل يطلع المحافظ، طلع البغداد قلب، لا مجلس محافظة طلع، لا أحد من الأعضاء، لا أحد إجانا، لا ممثل، الشعب كله هاي، شوف كل أطياف الشعب طلعت. اليوم تحذيرية، الجمعة إن شاء الله نهائية، إن شاء الله نهائية، محسومة القضية إن شاء الله، إن شاء الله، الله يشهد. اليوم تحذيرية، بختهم العالم صيام، هو إلا لو عالم مو صايمة وتعبانة وجو حار، هو ما يهمنا، احنا اللي نقول هيهات من الذلة، لا نهتم للحر ولا للبرد ولا حتى للرصاص. هاي اليوم تحذيرية، باشر أو عقبة أو الجمعة يصير مصير إن شاء الله. عب الستة الغروب، الثاني يوم الساعة بالستة الماي مقطوع، الكهرباء مقطوعة، أبو المولدة ست ساعات يشغيل، عربيت ما يكفن، يعني البارحة بالسحور ما عندنا كهرباء، مي ماكو، النفايات بالشوارع والحاويات متروسة، يعني ما جاي افتهم شنو السالفة، يعني هم دين ينتقمون من عندنا، الله ينتقم من عندهم إن شاء الله، احنا نريد واحد من عندهم يوفرنا، غير هاي ما عندنا شيء، ونخرج مرة ثانية إن شاء الله.